عشان نعطي للشباب قواعد هنا، يلا يلا هذا قواعد الانتشار. يلا شوف في البداية كل شيء يتعلق بالانتشار، أوكي، والوسط. يلا هادو اثنين كما نقول قواعد مهمين جدا على حسب طريقتك انت، زي الجيم اللي لعبته انت من قبل. ايه حطيت الحصان في الاي 6، لازم قبل ما تلعب النقله لازم تشوف حصانك وين لازم يروح. مو بس تحط حصانك، حطيته في الاي 6 بس ما عندوش دور، صح؟ فهمتني؟ مثلا حطه مثلا ابيض يلعب نايت اف 3، العب مثلا نايت اف 3. اوكي اوكي الاسود مثلا يرد عليه نايت سي 6. اوكي نايت سي 6 اوكي، يجي الابيض هنا يلعب اي 3. اذا انتوا اسود هنا شو حتلعبوا؟ فكروا يا شباب على حسب القاعدة اللي تكلمت عليها. واحد أسود هنا شو حيلا؟ يقول نايت، واحد يقول اي فور. طبعا ما في اي فور يا شباب عشان تكون بالصورة. الأسود اللي يلعب اي فايف، هي اي فايف يا كوتش، على أساس يسيطر على الوسط، على أساس مربع الديفور. هنا اي فايف، اي فايف فكرتها تضغط على الوسط، ايه تفتح لفيلك وتفتح لوزيرك. هذه العناصر المهمه. اوبنينغ ماشي واحد يتسرع، يلعب بهدوء على صح. حسب نقلات خصمه. اذا الخصم بتاعك عطاك الفرصه سيطر على الوسط، سيطر عليه من البدايه. حلو، يقولك يسيطر عليه من البدايه، لانه لما تلعب اي 5 كسبت مساحه. المساحه حتخلي قطعك تلعب بسهوله، صح؟ عكس اللاعب اللي يلعب كما نقول لك ضغط مساحه، القطع بتاعه حتكون عشان تطورها حتلقى صعوبه. هذا مثال عادي، اوكي؟ ايه مثلا نحط مثلا بعد اي 5 الابيض لعب نايت سي 3، بيلعب على طول دي 5. اوكي لعب الاسود نايت اف 6 انتشار. انتشار اوكي F6. اوكي ايوه نايت اف 6 دي 5 ولا نايت اف 6، اشوف هنا نفس ال بيشوف سي 4، ابيض لعب بيشوف سي 4. اوكي لو انتم اسود هنا شو حتلعبوا؟ يلا يا شباب، اذا انت اسود بالوضع ذا ايش تلعب؟ واحد يقول بيشوف سي 5 ممكنه، ممتازه، بس انا اشوف ان دي 5 فكره تمبو على الفيل. خليهم هم يفكروا. يلا سم سم طال عمرك، نعطوا الفرصه للشباب عشان يلا قالوا دي 5. في واحد قال دي 5، مين؟ كلكم متفقين على دي 5. ليش دي 5؟ ليش يا شباب دي 5؟ دي 5 هنا حتعطيك تيمبو انك حتهاجم الفيل، اوكي، حتضغط الوسط وتصير عندك مساحه بالوسط، والوسط حيكون بيشوب سي 5 حتى هي كويسه. بيشوب سي 5 يا شباب حلو، بس تيمبو دائما تيمبو. لا مرات تكسب تيمبو ببيدق ولا تكسب تيمبو بقطعه يجي كويس. يعني هي نقلتين بشكل عام، الدي 5 والبيشوب على السي 5 كلها صحيحه، لكن يفضل انك تلعب ممتاز. في انتشار اللي قال نواف، اللي قال تيمبو وراح يفتح للفيل ابيض اللي في السي 8 ممتازه، تحت تسيطر على الوسط وتفتح على فيلك، وبعدين ممكن مثلا لو لعبك مثلا دي 5 العب شو دي 5 سليمي. لو ابيض هنا يلعب بيشوب بي 5 شو حتلعبوا هنا؟ وش تلعبون بالوضع ذا يا شباب كأسود؟ أسود. واحد يقول بيشوب دي 7. دي 7 دي 7 واحد برضو بيشوب اي 7 واحد يقول بيشوب اي 7
ايوه واحد يقول بيشوب سي 5 انا اقول يا كوتش صراحه اي 4 تمبو على الحصان اي 4 دوك انت قلت اي 4 خلاص ايه مشكله واضح انه غلط يا واضح انه غلط يا بس والله انا اشوف انه تمبو يعني بعدين حارد عليه طيب سم يا ويلي يا عيال يا ويلي ولا واحد يقول اتش 6 بيشوب دي 3 اول حاجه والله تصدق غلط علي لازم شوف لا اول حاجه لازم تكون مهمه لازم اسال ليش خصمي لعب بيشوب بي 5 شو عاوز ولا بعد ما لعب بيشوب بي 5 ربط الحصان في السي 6 هو عاوز طالب في الاي 5 ايه هو عاوز ياخذ البيدق اللي في الاي 5 احنا افضل طريقه هي لازم نحمي البيدق اللي في الاي 5 ليش نقله السليم اي 4 مو كويسه ليش ان لما لعبوا اي 4 حنعطوه نقله ثانيه يلعب مثلا نايت اي 5 ولا نايت دي 4 ايه اي سي دي ضغطنا ولازم نلعب اي ولازم نلعب على الكوين دي 6 ويصير انتشار الفيل هذا ضعيف معليش هذيك ممكن بعدين بس احنا واحد قال لي بيشوف جي 4 بيشوف جي 4 ممكن يطردك يلعب لك اي 3 اذا رجعت حط تشوف بيشوف جي 4 شوفوها مع الناس بيشوف اتش معليش حط آه. اوكي بيصير اتش 3 حتى لو رجعت هنا اذا رجع ممكن ممكن نلعب هنا جي 4 وياخذ البيدق اللي في الاي 5 اي بالضبط اي فممكن بزعش. افضل نقله هنا افضل بيشوب دي 6 يا بيشوب بيشوب دي 6 انتشر بالفيل انتشار بفكره على طول بيدقك وتبيت لا 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 لازم قواعد بيدقك وبعدين تبيت بسهولة صح هذا هو اللي الواحد يهتم فيه في البداية انتشار القطع محاولة سيطرة على الوسط ما تلعبش مثلا نقلات خلي خصمك يسيطر على الوسط من البداية اوكي صح تبيت بسرعة وبعدين حتيجيك الفكرة سهلة مثلا لو واحد يلعب هنا دي 4 دي 4 كأسود تجيش هنا كأسود يلعب مرتين بالبيدق مرتين يقول لك شوف يحاول الواحد ما يلعبش بالقطعة مرتين إيه إذا كانت في إمكانية تنتشر بالفيل وتبيت بسرعة أنا أفضلها أحسن يعني أنت تفضل الآن تبيت؟ شوفها أحسن لا لا مو الآن أنا هو قال شكله يتكلم على دي 4 دي 4 معناته الأبيض اللي يلعب دي 4 انا ممكن اخذ اي تيك دي 4 طيب وش مشكله اي 4 تمبو على الحصان حيلعب هو نايت اي 5 هو حيلعب نايت اي 5 بيصير ضاغط على ذا ممكن يلعب ممكن يلعب. شوف عندي هنا فكرتين ممكن يلعب اي 4 اي 4 لحتى لو ذا نبيت نبيت ويصير فيه انتشار مساحه اكبر بس تعطيه تعطيه البيدق اللي في السي 6 اي مقابل انت بي سي 6 هنا والله ممكن لا شوف انا شوف هنا انا كفكرتي انا كجي ام كيف حفكر انا هنا اقول حاخذ اي تيك دي 4 تيك دي 4 اوكي اوكي حط البيضاء عشان يشوفه لو ياخذ نايت تيك دي 4 نايت تيك دي 4 اوكي العب الان بيشوب دي 7 خلاص الفكره تبيت اما العب بيشوب دي لا لما العب بشوب دي 7 حشوف الايفالويشن تاع الوضعيه بتاعي عندي فيل في الدي 6 عندي فيل في الدي 7 حبيت بسرعه العمود اي مفتوح حاخذه بروكي 8 اوكي ايه اشوف وضعيه خصمي الفيل اللي في السي 1 بروك قفل فعلا عشان تدف البيدق اي 4 عشان يفتح عليه اوكي اذا بيت فيل في الدي 6 ونايت في الاف 6 ممكن تكون خطر عليه خطر اي على الجناح الملك مستقبلة. بيشوب ايش 2 حتى ممكن جي 4 تدخل بالوزير ايه هنا انا لما اشوف كاسود انا خلصت انتشاري تبيتي حيكون بسرعه وقطعي حتلعب بسهوله عندها مساحه في الوسط عكس الابيض اذا لاحظنا في الوضعيه هذه حنقول الابيض لازم يخسر نقلات ثانيه عشان يطور من وضعيته صح تكون صعبه عليه وما تجيش بسهوله
بس كده احط بيشوب دي 7 حبيت خلاص انتهيت من المشاكل بتاعي. الان بريكو عشان يبيت لازم حصانه يرجع في الاف 3. اذا حصانه رجع في الاف 3 عندي الرابطه بيشوب جي 4. اذا رجع على طول تقريبا اذا رجع ارجع بيشوب جي 4 بفكره شو بفكره نايت اي 5 اضغطه كل شيء. مثلا ليش هذا مثلا في ناس شباب معكم ممكن يعرفوا شو هو تحليل الوضعيه. تحليل الوضعيه تعتمد على عده نقاط. القطعه شوفها في المكان بتاعها، هل عندك قطعه كويسه ولا قطعه ضعيفه؟ صح. عندك مساحه ولا ما عندكش مساحه؟ ملك ضعيف ولا ملكك انت احسن من كيفتك؟ لا هذيك بدايه. بالبدايه اوكي هذا بالنهايه اوكي بداية. اذا طلعنا في البدايه احنا انتشار بتبييت وتركيبه بيدقنا كويسه خلاص وضعيتنا كويسه. هذا هو الواحد يحاول يلعب بطريقه عاديه، ما يحاولش يطبق مثلا يلعب بالبيات اكثر في البدايه، يحاول ينتشر وبصفه ثانيه يحاول يضغط على الوسط ببيات من البدايه. شيء واحد مثلا يجي واحد يلعب اي 3 واحد يلعب دي 3 واحد يلعب سي 3 واحد يلعب بي 3 لازم البيات تكون قدام، بالخصوص البيات اللي تجي في الوسط. الوسط المهم جدا في الشطرنج هو حط مثلا خان على الاي 5 سليمي، اضغط على الاي 5 الحين الـ E5؟ اضغط على السكوير E5. اوكي. اضغط الـ E5 عشان تبان واضح. اضغط على الـ D5. اوكي. اضغط على الـ D4 والـ E4. هذا السنتر الوسط. هذا هو الوسط المهم. ممكن نقولوا F5, F4, C5, C4. صح في البدايات هذا هو الوسط المهم اللي واحد لازم يكون عامل عليه ضغط في البداية. كل التفريعات ممكن يلعب E4 ولا يلعب D4 لها هتضغط على الوسط اللي موجود في البورد. اوكي اعطيكم مثال ثاني. رجع شو الجيم من اول. اوكي E4 من E4 4 E5 4 E5 نايت F3 C6 D4 يريد لعب D4 اوكي لعب D4 والاسود هنا لعب نقلة زي D5 نقلة غير منطقية. كيف الابيض يقدر يستغل هذه النقلة مو كويسة هذه زي D5؟ لو جيتوا انتم ابيض هنا كيف حتلعب في الوضعية هذه؟ فعلا نقلة غير منطقية. هل حتاخذون اي 5؟ هل حتاخذون اي 5؟ تفكرون بنفس القاعدة اللي قلت لكم اولا. اذا شفنا نقلة خصمنا ضعيفة لازم نستفيد بها بافضل طريقة. واحد يقول اي 5 5 دي 4 كوين دي اي هذا مانيش فاهم معلش. واحد قال اي 5 اخذ البيدق اي 5 انا بالوضع ذا باخذ الدي 5 انت تاخذ الدي 5 اي زين انت خلاص عاد والله مشكله يعني اذا كل شوي غلط اذا كل شوي غلط والله مشكله يا كوتش لازم تضبطني لو غلط احاول انك تقول لي صح مش مشكله زبطك يا هذه مش مشكله حسب تطبيق في واحد قال لك اي تيك دي 5 واحد يقول بيشوب بي 5 هذا هشام سكي هشام بي 5 سيت زيدكم دقيقة تفكير مش مشكلة. واحد يقول تي اكس اي 5 دي 4 دي 8 كوين دي 8 بس ما بشرط ياكل ممكن حتى يقدم يقدم عفوا هنا نايت سي 3 نايت سي 3 نايت سي 3 اوكي
هيا شباب عادي، مش مشكلة الواحد يغلط، المهم يقول نقلة مش مشكلة، صح حتى لو تكون فكرة خاطئة مش مشكلة. اي في كثار للأمانة يستحون من غلطة، يعني الوضع عادي بالعكس، الواحد يتعلم عادي معي، الواحد يتعلم عادي مش مشكلة، ما في ولا في ولا واحد زاد متعلم كل شيء من جد، كلنا نغلط وكلنا نتعلم ما فيش مشكلة. نايت سي 3 واحد يقول نايت سي 3 او بيشوب دي 3، والثاني يقول احنا مو معناتها معناتها احنا في رمضان نبدو ناكل بس عارفين باللي لكم واحد يقول السحور وقت كده. اي والله يبين انت سحر يا كوتش، بمرك لازم شكلهم قاعدين ياكلون هاي تيكي فايف. طيب تيك اي تيك وي تيك صح ممكن طيب حزيت اساعدكم. شوف مرات لو ان هذا اس بي سي زي لو واحد يقول لي اسمه وريته كويس عشان اعرف المستويات. اي والله كل واحد يقول ريته يا شباب. شوف مشكله هنا مرات ليجا نايت سي 3 انا موافق عليها، نايت سي 3 كويسه فكرة انتشار ممتاز. قالوا نايت سي 3 ممتازين، نايت سي 3 اور بيشوب دي 3 ممتازة، الفكرة تاعك هي انتشار حلو. صالح هنا قال اي تيك دي 5، اوكي اي تيك دي 5 هل في افضل ممكن نلقوا افضل منها؟ اي تيك دي 5 ما عجبتنيش ليش؟ انه حاعطيه فرصة ياخذ كوين تيك دي 5 فكرة اي 4 وزيره في الوسط اوكي؟ لا لا حيضغطني على البيدق دي 4. انا اذا اخذت اي تيك دي 5 نحط مثلا اي تيك دي 5، ليش اي تيك دي 5؟ حنبدو معها مو كويس، حياخذ كوين تيك دي 5 زي ما قال مستر سليمي. ايه انا حاخذ اكل كلنا حتى طيب عنده فكرة ان انتشار نعم. هنا لما تاخذ اي تيك دي 5 حتساعده، حياخذ كوين تيك دي 5. لو عندك نايت سي 3 بتمبو طرد الوزير ممتازه، بس اذا لعبت نايت سي 3 هل اسود هنا حيرجع بالكوين ولا شو؟ لا بيلعب على طول البيشب بيكسر انا. صح صح معناتها باللي شوف صح 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 اصبح في مكان ممتاز والحصان خلاص القوي ذا وهو ضغطك في السنتر دايركت نايت سي 3 بس C4 مشكلتها هنا تضغطه. مشكلتها هذه اذا لعبنا سي 4 اذا لعبنا سي 4 زي ما قالوا الناس في سي 4 حتى سي 4 بتمبو سي 4 تمبو بس اذا لعبنا سي 4 لو جيتوا اسود انتوا هنا دقيقه سليمي بدون ما تحرك يلا. لا سليمي يلا اوكي انت معهم خلاص بس حتى انت معهم لو انا لو ايه. انا بخصوص الفكره عاوزين نلعبوا بالفكرة. انا لعبوا لي سيفو قلنا في البداية اللي يقدر ينتشر بسرعة ويستغل تيمبو ولا يستغل اي حاجة هو اللي ياخذ الافضلية. لو واحد لعب لي سيفو عندي كوين اي 4 تشيك اولا في راسي، هل ممكن العب حاجة تانية؟ على طول بيشوب على ال قبلها ممكن العب بيشوب بي 4 تشيك ايه انتشرت بالفيل لانه تشيك مع التمبو لازم يغطي عليه. مثلا لو لعب نايت سي 3 حاعطي هنا كوين اي 4 تشيك لازم يحمي وبعدين اخذ الدي 4. استغلال التمبو مهم في البدايه. العب بشوب بي 4 كش مثلا بشوب بي 4 كش نايت سي 3 ولا بشوب دي 2 زي ما تحب بعدين على طول هنا تشيك يغطي لازم بالبيشب خلاص يصير تغطي وتاخذ الدي 4 بالبيضه تاخذ الدي 4 بالبيضه صح بيضه اعطيني الحصان فهو اجباري ارجع شويه ورا شوف الوضعيه كيف اصبحت على الاسود اصبحت ممتازه فعلا بالانتشار وبالتمبو فعلا يا خلاص رجعت شو الوضعيه في الاول قبل اي تي دي 5 اطول هنا بيشوب قبل اي تيك دي 5 رجع اوكي لو لعبنا سي 3 مثلا لو لعبنا سي 3 قلنا بيشوب بي 4 لا لا برضه اي اي ماي سي 3 رجع ماي تي بي 1 شفنا اي تيك دي 5 شويه
خلة الأسود يعدل من وضعيته. فأفضل نقلة ذي. إنها حاجة مهمة. ممكن ما هيش أفضل نقلة. ليش أفضل نقلة؟ أنا شو قلنا هل ممكن استغلال النقلات اللي ما تكونش منطقية في البداية؟ شو معناتها؟ والله هذه ما هي منطقية. معناتها نحاول ننتشر بسرعة. نبيت بسرعة. فيش يا باجل دي 3 فكرة هي اللي حاسكم. لا مو بشفتي احنا ليش ما مو بشفتي 3 ممكن اقول لك عادية. اوكي ممكن اضغط على الاسود من الاول B5 فكرة نايت. اوكي لما العب بشوب B5 فكرة دقيقة. لما العب بشوب B5 انا ربطت الحصان تحت المجال للملك بتاعي حيبيت سريع. لو صح. ياخذ مثلا دي تيك اي 4 وياخذ دي تيك اي 4 لا دي تيك اي 4 عشان اوكي طيب اي 4 اوكي اوكي يغلي في الارض. اوكي 4 نايت تيك اي 5 بس هنا لازم يحمي السي 6 يلعب بيشوب دي 7 ولا نايت اي 7 ولا كوين دي 6 زي ما يحب. لا راح حط بيشوب دي 7 لابس. هنا لو اشوف الوضعيه انا انتشرت بالفيل ممكن ابيت بسرعه اي استغليت الدي 5 الضعيفه. ممكن انا هنا اخذ بيشوب تيك سي 6 بيشوب تيك سي 6 بيشوب تيك سي 6 بيشوب تيك سي 6 لو ياخذ بيشوب تيك سي 6 ممكن ابيت هنا النايت هنا يعني اذا حلل هنا دقيقه لا دقيقه اذا حللنا الوضع هذا نشوفه باللي الابيض طلع فيلو بيت حصانه ممتاز في الاي 5 الاسود لسه ما انتشرش بالفيل في الاف 8 حصان في الجي 8 الروك في الاش 8 لسه ملكه في الوسط عنده بيدق في الاي 4 ممكن يتهاجم حط بنايت سي 3 طلع الخانه نايت سي 3 الحصان يروح للسي 3 كده وفكره روك اي 1 تهاجم الاي 4 اوكي هذا الابيض بعد بيشوب بي 5 استغل ضعف نقله الدي 5 بيشوب بي 5 كانت احسن نقله لانه خلتنا نبيت بسهوله اعطتنا وضعيه احسن بعدين لهذا هذا نصيحه لكم وفي البدايه الواحد يتسرع شاف اكله يروح ياكل شاف حاجه يروح لا لازم تطلع بافضل طريقه انتشار في البدايه صح هذه حتعلمكم كثير في مسيرتكم الشطرنجيه لعيبه طلعوا كويسين لانه كانت اساسياتهم صحيحه وفي لعيبه طلعوا لان الاساسيات ما هم كويسين ليش لانه الاساسيات مضروبه عندهم لما يشوف اكله ياكل لما يشوف دفه بيدق يدف اي نقله تجي في راسه حيلعبها بس حبيت اعطيكم هذا الشيء في البدايه لانه هذه الاساسيات مهمه لا هذه فعلا مهمه حتى مفيده للجميع يعني حتى جميع المستويات ما هم مبتدئين بس لا مستويات حتى انا كصراحه حتى انا كجي مرات ما استغلش البدايه الاوبننج ما استغلش الاوبننج كويس ولهذا في الاوبننج اي نقله يلعبها خصمك لازم تطرح السؤال هل هذه نقله كويسه ولا ضعيفه إذا لقيتها نقلة ضعيفة تطرح السؤال بعدها كيف أقدر أستغل ضعف النقلة هذه هل بالانتشار هل بالضغط هل بالانتشار هل بالضغط على الوسط لازم الأسئلة كده واحد يتعود عليها حبة أوكي فعلا بس كنت عاوز أعطيكم لا والله شيء جميل والله شيء جميل جدا وبصراحة هذه أشياء من جد تفيد المجتمع الشطرنجي كله سواء مبتدئ متوسط أو محترف الآن حاول طبقها يا أستاذ سليمي يلا نطبقها بإذن الله الحين جيم